ربك الله ما دينك الإسلام من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما كتابك القرآن أين الله في السماء واستوى على العرش ما الدليل على ذلك الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى أي علا وارتفع ما أعظم عبادة التوحيد ما معنى التوحيد لا إله إفراد الله بالعبادة ما أعظم معصية الشرك ما هو الشرك عبادة غير الله مع الله ما هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لماذا خلقنا الله نعبده وحده لا شريك له كم عدد أركان الإسلام 5 ما هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت ما استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان هل لله أسماء وصفات؟ نعم هل أسماء الله وصفاته تشبه أسماءنا وصفاتنا؟ لا ما الدليل على ذلك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير